هلا والله. لعبة Death Stranding تعتبر من أكثر الألعاب غموضا من ناحية القصة وكيف طريقة اللعب، وكوجيما جالس يعطينا معلومات بالقطارة عن اللعبة. جمعت لكم كل المعلومات اللي نعرفها عن اللعبة، وأضفت أيضا تحليلات من عندي عشان نحاول مع بعض نفك طلاسم وغموض إيش هي لعبة Death Stranding. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناة، والحين خلونا نبدأ. في البداية خلونا نتكلم عن الاسم. معنى Death Stranding هي الظاهرة اللي تصير لما الحيتان يقرب وقت موتها، تتجمع عند ضفة البحر وتموت على هيئة جماعات. وفي اللعبة The Death Stranding هي الظاهرة اللي دمرت الحضارات في العالم وفككتها. أول شيء نتكلم عن العالم. عالم اللعبة هو نفس عالمنا الحالي، وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية. والعالم والمجتمع تدمروا وتفككوا. مهمة البطل سام أنه يربط بين المناطق اللي في اللعبة عن طريق استكشاف وإنهاء مهمات التوصيل. العالم ضخم جدا وشاسع، وفي أكثر من مناخ متقلب بين الثلوج والمطر، والمطر يعتبر حاجة سيئة جدا وتسمى التايم فول، وهي اللي تجذب المخلوقات الغريبة. وأيضا شفنا أن المطر يسبب ظاهرة تقدم الوقت، بحيث أي كائن حي يلبس المطر راح يخليه يعيش دورة حياته الكاملة بوقت قصير جدا، مثل النباتات تنمو وتموت والإنسان يشيب راسه ويموت. وأيضا شفنا أن سام راح يتنقل في مناطق تكون خضراء أو تكون تربة رملية حمراء كأنها من كوكب ثاني، وفي مخلوقات غريبة تدعى البيتي راح تكلم عنهم أكثر قدام. فرقة برجز هي الفرقة اللي تكونت لأهداف مختلفة، أهمها هو عادة الاتصال في العالم المتفكك، وأيضا مواجهة المخلوقات البيتي، وطبعا توصيل الطرود إلى الأشخاص أو الزبائن. وسام عضو في برجز. أهم عنصر في الفرقة هو البريدج بيبي أو البيبي، هو عبارة عن طفل صغير ينحفظ في وعاء يمثل رحم المرأة، ويكون متصل في الجهاز الرئيسي واللي يمثل الأم للطفل عن طريق شبكة الكايرل، واللي تكون موجودة في إسوارة يلبسونها الشخصيات في معصمهم. طفل البيبي مهمته أنه يكشف الوحوش البيتي ويحذر منهم، وأيضا البيبي يتأثر من الطيحات والضرر اللي يجي لسام، ولازم سام بعدين يحاول يهدي البيبي عشان يرجع إلى طبيعته. أما الحين خلونا نتكلم عن الشخصيات. الشخصيات كثيرة ومتنوعة في لعبة Death Stranding، وتم تقديمهم بالتدريج عن طريق عروض مختلفة. نبدأ أولا في فرقة أعضاء بريدجز. نبدأ في بطل اللعبة سام. من اللي شفناه عن سام أنه يعتبر شخص وصديق عزيز على رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا له علاقة في البيت الأبيض. وأول مرة شفنا سام كان من غير ملابس في البحر، وهذا البحر يمثل العالم الآخر اللي زي ما يطلقون عليه أو عالم الأموات. وأيضا شفناه ضمن مجموعة تحارب البيتي. ومن أهم ميزات سام أنه ما يشوف البيتي لكن يقدر يحس فيهم فقط. ماما كلنا عرف عنها أنها هي المسؤولة عن العناية عن الطفل المخفي، وتقول عن نفسها أنها أم الطفلة المخفية، ويربطهم حبل سري مخفي، وعشان كذا ماما ما تقدر تترك المكان. وماما قالت أن طفلتها انولدت بطريقة ما في العالم الآخر، وعشان كذا مخفية. ديدمان كلنا عرف أنه مسؤول التقني عن أطفال الجسر أو البيبي، وهو اللي يقدر يسعفهم ويرجعهم إلى حالتهم الطبيعية عن طريق الاتصال في مركز التحكم الأم، واللي نعرفه أنه الوحيد اللي عنده القدرة أنه يقدر يستخدم السوارة اللي في يده أنه يوصل إلى المركز الرئيسي. وديدمان حذر سام بأنه لا يتعلق بالبيبي الخاص فيه، ويستخدمه فقط كأداة، لأن البيبي يتكون في مركز الأم في البداية وبعدين يستخلصونه من هناك، وبالتالي يكون أكثر عرضة للفشل، وما في بيبي جلس أكثر من سنة واحدة كاملة من غير ما يموت. وسام اعترض وقال ما في طريقة أقدر أنقذ البيبي. بعدين اعترف له ديدمان وقال له أنه ما في أي معلومات عن البيبي، ومع الاستكشاف راح تتوضح معلومات أكثر عن ماضي البيبي ونشأته. هارتمان كل عرف عن هارتمان أنه يوقف قلبه كل 21 دقيقة ويظل في حالة الموت لمدة 3 دقائق وفي عالم الأموات، وهناك يبحث عن أهله الضائعين، وبعدها يرجع للحياة عن طريق جهاز يقوم بسعقه قلبه كهربائيا وتنشيطه موجود على صدره. وعلى كلامه أن الحياة لمدة 21 دقيقة تعتبر نوع من التحدي، وأصعب شيء هو النوم، ومكتبته من الأفلام كلها أفلام ما تتعدى مدتها 21 دقيقة. داي هاردمان ما في أي معلومات نعرفها عن هذه الشخصية غير أنه يدخن سيجار ولابس قناع شعار لودنز أو لودنز، وهو شخصية شعار شركة كوجيما. والحين خلينا نتكلم عن شخصيات من الفرق الثانية. نبدأ بفراجيل. كلنا عارفة عنها أنها أحد أعضاء فرقة فراجيل إكسبرس، ومن كلامها يدلنا هي تملك الشركة لأنها طلبت من سام أنه يجي يشتغل عندها. وأيضا هي مصابة بمرض اسمه دومز، وسألت سام إذا كان مصاب بنفس المرض، وجاوب سام نعم،
بعدين سألت سام أي مرحلة من المرض وصلت؟ قالها عندي عامل التمديد لكن أنتي تعدتيني بمراحل. وقالت لسام أن التايم فول هو اسم المطر وتسبب التقدم الوقت لأي شيء يلمسه. وعجبنا مشهد لشخصية فراجيل تاكل حشرة من نوع معين وتقول أن هذه الحشرة هي اللي راح تخليك أو تحميك من التايم فول وأثر الوقت الزمني. هيجز، كلنا عرف عن هيجز أنه عضو في فرقة تدعى هومو ديمينس وتعني الرجل المجنون. هم فرقة معادية للولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر شخص عنده القدرة على التحكم في الوحوش، وصنع وحش أسد كبير من استخدام القناع الذهبي اللي على وجهه. والمعدن الذهبي هذا شفناه أيضا على معصم فراجيل لبسته، فاحتمال كبير له استخدامات أخرى ويكون جزء مهم في اللعبة. وهيجز يدعي أنه يعرف عن سر ديث ستراندينج وطريقة الاتصال في العالم الآخر. كليف، كلنا عارف عن كليف أنه فيه نسختين، أو يمكن هو نفسه نسخة واحدة لكن واحد يجيبون الماضي حقه والثاني المستقبل، ما نعرف. في مكان يكون كليف موجود قاعد يغني لبيبي وقاعد يحاول أنه يواسيه، وفي مكان ثاني نشوف كليف قاعد يقود فرقة من جيش الزومبيز ويقدر يتحكم فيهم عن طريق إصبعه بحيث أنه يأشر لهم وهم يروحون له. فما نعرف هل كليف عدو أو صديق، لكن واضح أن كليف يعتبر من واحد من أهم الشخصيات في اللعبة. بريجيت، كلنا عرف عن بريجيت أنها كانت رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما تموت، ولما كانت على فراش الموت طلبت من سام أنه يقوم بمهمة إعادة اتصال المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا يجمع الحضارات والناس فيها. أميلي، سامحوني يمكن أقرأ الاسم غلط بس هذا اللي قريته أنا صراحة، أنها اسمها أميلي. كلنا عرف عن أميلي أنها بنت بريجيت وهي مرشحة تكون رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد موت أمها بريجيت. وأميلي بدأت رحلة توحيد الولايات المتحدة بعد طلب من أمها، وأيضا بحثت عن ناس يساعدونها في نشر رسالتها ودعوتهم للانضمام معاها ضد جيش الهومو ديمينس. في أحد مهماتها قبضوا عليها فرقة أو جيش الهومو ديمينس، وهي الآن أسيرة عندهم ويسمحون لها تستخدم قنوات الاتصال للتواصل مع فرقتها. والغريب في الأمر في أميلي أو أميلي أن جسدها كان محبوس في البحر أو العالم الآخر، وعشان كذا ما عمرت من 10 سنين. أما الحين خلنا نتكلم عن البي تي أو الوحوش المخلوقات اللي موجودين في اللعبة. كلنا عارف عن البي تي أو البيتش ثينكس أنهم مخلوقات مخفية وعايشين في العالم الآخر وجو بطريقة ما إلى العالم الحقيقي، وهم ما يشوفون فقط يسمعون. والدليل على كذا أن فراجيل قالت لسام يكتم نفسه لما قربوا البي تي منهم، وأيضا سام جلده يصير لونه أحمر وتتكون علامات أثار أيادي على جسمه لما البي تي يكون قريب منه، وأيضا البي تي لما يمشي يترك أثار على الأرض على شكل يد صغيرة. والبي تي إذا أكل إنسان راح يسبب انفجار ضخم جدا اسمه الفويد أوت، وهو يحدث تجويف مفرغ في مكان الانفجار، وسام اللي نعرفه فقط أنه يقدر يرجع الحياة بعد الانفجار هذا. أما الحين خلونا ننتقل إلى الجيم بلاي. الجيم بلاي في اللعبة راح يكون أكشن واستكشاف في عالم مفتوح وشاسع، وراح يكون عندك أدوات كثيرة تستخدمها تساعدك في الاستكشاف، مثل السلم المصغر اللي يطلع سام ويفرض طوله ويقدر يوصل أماكن مرتفعة، وأيضا يقدر يستخدم الوتد في التسلق الجبال والمرتفعات. وسام راح يستخدم طرق التجسس والتخفي للعبور عن طريق الأعداء أو وحوش البي تي، وأيضا سام يقدر يتقاتل مع الأعداء باستخدام الأيدي، ويقدر يستخدم الطرود اللي معاه كأسلحة في القتال، وأيضا سام راح يقدر يستخدم أسلحة نارية ضد الأعداء بعد مثل الرشاش. وسام يقدر يسوق دراجة نارية في اللعبة بحيث أنه يقدر يساعده يهرب من الأعداء وأيضا ينتقل في العالم بسرعة. والفكرة الرئيسية في اللعبة هي توصيل الطلبات أو الطرود، وهذه راح تمثل مهمات اللي تسويها سواء كانت جانبية أو رئيسية. لما توصل طرد إلى شخص ما راح تحصل على مكافأة. أوكي، الحين خلوني أشرح لكم قائمة المهمات وأيضا واجهة اللعبة أو اليو آي وحل لكم وظيفة كل شيء فيها. أولا نبدأ بالقلادة اللي سام لابسها، هي عبارة عن قطع حديدية مكتوب عليها نظريات علمية، وتستخدم للتواصل مع الشبكة وربط مناطق العالم في شبكة الشرل. والخطوط اللي تشوفونها في الخريطة هذه اسمها ستراند، مهمتك أنك تصنع استراند جديدة في المناطق. والحين خلنا ننتقل لقائمة المهمات. تقدر تستلم طلبات جديدة أو أنك تقوم بتوصيل طرد جديد أو إعادة تطوير طرد، يمكن عن طريقة هذه أنك تجمع منه فلوس أو موارد، وأيضا تقدر تعطي طرد إلى شخص ما يوصل لك أو تشارك شخص بخزانتك
يعني احتمال كبير يكون لما تلعب أونلاين يكون معك خويك يلعب لعبة ديت صادق معك، يكون تقدرون تشاركون أدواتكم مع بعض أو خلينا نقول الموارد، لكن طبعا مو كل شيء فيها تقدر تشارك. وطبعا في خزانة خاصة فيك شخصية بحيث أن أي واحد أونلاين ما يقدر يشوف إيش تحط في الخزانة هذه. وآخر خيار مكتوب أنك تقدر تصنع نسخة مزيفة من أدواتك، يمكن هذه تصنع منها رصاص أو يمكن تصنع أسلحة ثانية أو لها استخدامات ثانية. والحين خلينا نشوف عدادات اللي موجودة في اللعبة. أول عداد مثل من صورته عداد صحة حق سام، يعني إذا خلص سام راح يموت. وأيضا اللي جنبه عداد الصحة حق البيبي. وفي بعد عداد الحيوية لسام. هذا العداد ما أدري بالضبط إيش فكرته، لكن من شكله كأنه يمكن اللي يعبر عن ناحية الأكل أو الشرب، أو يمكن يستخدم كأنرجي في استخدام الطاقة للحركات الخاصة في اللعبة. وبعدها نقدر نشوف عداد الستامينا، بحيث أنه يكون عداد الركض، كل ما تركض أكثر كل ما يتعب سام، أو يمكن أن هذا العداد يعبر عن تعبه الجسدي في اللعبة. وبعدين نشوف وزن الحمل الحالي، وتحته في وزن الحمل الكلي اللي يقدر سام يشيله. وهنا نشوف مجموعة اللايكات، وأتوقع اللايكات تستخدم في اللعبة أن سام يقدر يطور نفسه، لأن كل ما توصل طر جديد في اللعبة أو تخلص مهمة تجيك لايكات كمكافأة. أما هذا الشيء ما أدري صراحة إيش هو، بس شكله كأنه يد ترفع يده إلى السماء، واحتمال يكون يمكن عدد الفولورز أو التابعين لك، ما أدري صراحة، بس هذا لا أتوقع. البيبي راح يتضرر ويبكي، وسام بيقدر يهدي بأنه يرجحه ويلاطفه. أوكي كذا أتوقع جمعت لكم كل شيء. أنا حاسس إنه في شيء ناسي. أوه صح، سام يقدر يبول، أنتم كرابة سام يقدر يبول، وفي عداد البول بعد لما يبول ويخلص يطلع فطر. وات، لا حد يسألني إيش فادت هذه، واقعية يمكن ما أدري. وهذه كانت تحليلي أو خلينا نقول تجميعي للمعلومات اللي نعرفها إلى الحين عن لعبة The Stranding. إن شاء الله أكون أفدتكم، إن شاء الله وضحت لكم الصورة كثيرة عن اللعبة، وتكون الحين عندكم فكرة أكبر عن اللعبة إيش بتكون فكرتها لما تنزل قريبا إن شاء الله، تقريبا بعد شهرين. إذا عجبكم الفيديو ادعمونا باللايكات واشتركوا بالقناة، ويعطيكم العافية. كان معكم فهد الشيحة، مع السلامة.